السلام عليكم. ما بعد إعلان نتائج مجالس المحافظات، تنتظر القوى السياسية إكمال المراحل الروتينية للوصول إلى مرحلة المصادقة اللي تنطيهم الضوء الأخضر للمباشرة بعقد المجالس وتوزيع المناصب. أغلب المحافظات ستصل إلى بر الأمان من دون عراقيل نتيجة سيطرة جهة معينة على الأغلبية دون باقي الأحزاب والتحالفات. أما محافظتي واسط وكربلاء فيتوقع لها أن تشهد ماراثون مفاوضات نتيجة تنافس الإطار مع المحافظين الحاليين محمد المياحي ونصيف الخطابي صاحبي المقاعد الأكثر عدداً. أما البصرة فلا يوجد إجماع على استبدال محافظ البصرة، وإنما هناك اختلاف داخل الإطار بين من يؤيد استبدال العيداني ومن يفضل بقائه. هذا من جانب، ومن جانب آخر يمكن وضع نينوى وكركوك في خانة المفاوضات المستعصية نتيجة التنافس المحتدم بين القوى السياسية الكردية والعربية. فهل تكفي فترة الـ 15 يوم ما بعد المصادقة على نتائج الانتخابات لحل هذه الإشكاليات وتكوين المجالس المحلية، أم سيكتب لها قدرها الدخول في متاهات المناورات السياسية؟ رحب بكم مشاهدينا الكرام، وارحب بضيوفي السيد عباس العرداوي عضو تحالف قوى الدولة، والاستاذ عامر الفايز رئيس تحالف تصميم من البصرة، والدكتور أثير إدريس المختص في النظم السياسية. حياكم الله ضيوف الكرام، اهلا وسهلا بكم. حياك الله سيد عباس. حياك الله اخي العزيز، اهلا وسهلا بك. المصادقة قريبة، ويبدو انه اكو ماراثون لاختيار المحافظين. وين اكثر العقد اللي راح تواجه هاي العملية؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا استاذ احمد، تحية لك ولشاشتكم الكريمة والمحترمة وجمهوركم المتابعين، وتحية لضيوفك الكرام. قضية المحافظين ومتابعتها واحد من النقاط الأساسية اللي تطرق لها سواء كان الإعلام أو تطرق لها حتى الجلسات الخاصة. تحركات واسعة تجاه المحافظات في استبدال المحافظين والعمل عليها، لكن في نفس التوقيت لا ننسى أن هناك ثلاث محافظين حققوا نتائج عالية جدا. هذه النتائج قد تكون عائق أمام استبدالهم إذا للاتفاقات السياسية وإذا لاتفاق الإطار وخطوط الأولية للتخطيط للمحافظين فهو مع عملية الاستبدال. لكن هذه عملية الاستبدال أيضا هي ليس لكل القوى المشاركة في داخل الإطار. هناك من اللي يراد استبداله الآن؟ يستبدل كل المحافظين. هذا قرار سابق قبل الانتخابات. قرار سابق أو موقف سابق إذا صحت العبارة. موقف سابق باتفاقات مجلس الاتفاقات الإطار في جلساته يتحدث أنه ذاهب إلى مجالس محافظات جديدة وإلى استبدال كل المحافظين والشروع بعملية تنسيق ما بين الحكومة والمحافظين ومجالس محافظات للعمل ضمن. زين، ليش استبدال كل المحافظين؟ أكو محافظين عندهم إمكانية وعندهم قدرة، يعني هذا القرار من البداية متخذينه. هذا موقف، أو حتى هذا الموقف ليش يعني؟ وهذا الموقف لا يخلو من الظلم. لا يخلو من الظلم، خاصة أنه إذا وضعنا كل المحافظين في كفة واحدة فما يمكن إطار اللي اي محافظ من الاخوه الكرام مع السيد نصيف جاسم محافظ كربلاء مثلا. زين، اللي باعتراف البرلمان وبلجان المتابعه اخذ الاعلى في المحافظين. القضيه يجب ان تكون نسبيه. هذه نقطه اساس ومهمه. هذا الحديث كان قبل النتائج، بعد النتائج تعرف ثلاث محافظين اخذوا نصف المجالس. السيد العيداني والسيد الخطابي والمياحي. محمد جميل المياحي، هذا اخذوا نصف المجالس تقريبا اذا مو اكثر. الموضوع اكيد سيخضع للتفاهمات السياسيه وراح تكون. احنا عندنا سبع محافظات ممكن يكون بها الاستبدال اسهل باعتبار محافظينها ما حققوا شيء واضحه جدا، من بغداد، بابل، الناصريه، ميسان، النجف، الديوانيه، هذه كلها واضحه جدا عمل استبدال. انا اقول الاساس في ذلك احنا نكون نحط معايير حتى ننتج الاستهدافات الشخصيه. شنو معايير الخدمة غيرها؟ ما دام اكو مقبولية لهؤلاء المحافظين في محافظاتهم، بالتالي هذا واحد من النقاط اللي راح تكون امام القوى اللي راغبة بإعادة ترتيب المحافظين او إعادة تسمية. زين، هو شنو يعني هسه انا اريد اغير، شلون اغير؟
على اي اساس؟ لا الاساس اريد ابقي على اي اساس؟ الاساس المجالس المحافظات، تعرف النسب ثبتت بعد عندنا في مجالس المحافظات، المصادقه مثل ما قلت اليوم باكر عقبه تبين، يعني حد اقصى يوم 15 تبين المصادقه او ينتهي بدي الشروع، يمكن واحد اثنين يبدي بالشروع بالاجتماعات الرئيسيه لمجالس المحافظات. سيعقد الجلسه الاكبر سنا ثم يبدي الموضوع بالانتخاب، وهذا موضوع سيخضع لكل محافظة محافظتها وحيثياته. هنا أكو عدة دولة قانون أقوى، هنا تحالف قوى الدولة أقوى، هنا نبني أقوى، هنا بعض المحافظات اللي بيها تقدم أو غيرها القوى السنية، الموضوع فيه كثير من التداعيات وراح يبقى مخاض سياسي. وبالتأكيد هو جزء من عنده أيضا رسالة الإطار اللي أعلنها أنه هو ذاهب إلى وجوده ككتلة في كل المحافظات. ذاهب إلى شنو؟ ذاهب انه سيكون كتله في كل المحافظات، زي. كتله اطار. ايه كتله اطار في كل المحافظات، وراح يصير كل المحافظين للاطار. مو بالضروره. يعني منو عندك اللي ما داخل يم الاطار؟ يعني عندك السيد المصيف ما داخل بالاطار. تمام، هذا واحد. السيد العيدان ما داخل بالاطار. والمياحي. والسيد المياحي ما داخل بالاطار. ما غير ما عدا ذولا. هسه ممكن ما دخلوا بالاطار. لا هسه ممكن توسعت الاطار. اي مو يعني اذا ما دخلوا ذولا بالاطار ممكن، يعني اذا احتمال يعني يكون كل حتى ذولا هم يدخلون بالاطار. اي ممكن توسعت الاطار مو حكر على قوى سياسيه واحده، بابه مفتوح، ممكن تكون تفاهمات، ممكن. وقلت لك الحاكم المواقف اللي قبل الانتخابات شيء وما بعد الانتخابات ونتائج شيء، باعتبار ان تتحدث عن ارقام رسميه، اراده محليه، يعني هاي اراده اهل البصره، هاي اراده اهالي الواسط، هذا يجب ان تؤخذ بعين الاعتبار. تمام، استاذ عامر الفايز حياك الله. حياك الله، اهلا مرحبا. استاذ عامر، القصه اللي تدور الان حول البصره اكثر شيء يمكن شاغل الوسط السياسي، التفاصيل المتعلقه في يعني عمليه اختيار محافظ البصره. محافظ البصره حقق نتائج قويه ومهمه، ويمكن هو تقريبا الـ يعني الشخص اللي اكثر لغطا الان بالوسط السياسي. انتم مع استبداله مع بقائه؟ من مع استبداله؟ من مع بقائه؟ وليش؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. بدءا احييك واحيي ضيفك الكريم ومشاهدي القناه والعاملين فيها جميعا. بصراحه انا سمعت ضيفك الكريم يقول ان المحافظين الثلاثه هم ليس مع الاطار. هذا شيء مو دقيق، لانه محافظ البصره هو من تصميم وتصميم، يعني شيخ اسعد العيداني وفي تصميم، لا وتصميم هم جزء من الاطار. انا رئيس التحالف وانا عضو في قياده الاطار، فتصميم هي جزء من الاطار، فالمحافظ اليوم اطاري. هسه محافظ كربلاء، محافظ واسط، هذول ايضا هم من رحم الاطار ولكن متناغمين مع الاطار ايضا، وإن لم يكونوا هم أعضاء في الإطار. لا أقصد مو قيادات الإطار، هاي من جهة. من جهة أخرى، ما تحقق من نتائج، يعني ابتداء من قضية استبدال المحافظين بشكل عام، هذا ما كان قرار في الإطار. ما كان قرار في الإطار أن استبدال المحافظين، ولكن في حينها كان كلام حول بعض المحافظين، وقبل الانتخابات في الشهر الواحد الماضي صار قرار أنه استبدال المحافظين أو إلى آخره، لكن مع مراعاة الأداء، مع مراعاة نجاح المحافظ، بالنتيجة قلنا ما بقت مدة، نبقى على نفس المحافظين على نفس الوضعية، هاي قرار إطار، وصناديق الاقتراع ستحدد بعد ذلك. اتفقنا على هذا المعدل، إنه يبقون المحافظين، وصناديق الانتخابات قادمة هي اللي راح تقرر من هو يستبدل، من هو يبقى الصندوق. فبالنتيجة اجوا هؤلاء المحافظين الثلاثه، هم اولا المحافظين ناجحين، ولم يكونوا ناجحين لما اتجهت لهم الجماهير. زين، نجاح هؤلاء المحافظون، وبالخصوص الشيخ اسعد اللي هو محافظ البصره، هو نجاح الى تصميم، لان هو جزء من تصميم، قصدي رجع جزء من الاطار. تمام، استاذ عامر، الان في داخل الان في داخل الاطار هناك من يريد انهاء فترة العيداني، وهناك من يريد بقائه، لو الكل متفقين، لو شنو بالضبط يعني اخر ايش صار؟ لا 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 لا، اخر الانباء هنالك رأي باستبداله قليل، يعني مجموعة جزء من الاطار، اقل من النصف، اقل من نصف عدد الاطار
يريدون استبدال الشيخ أسعد، لكن الآخرين ونحن منهم لا، احنا كتصميم مرشحنا الوحيد الى محافظ البصره والشيخ أسعد. زين، منو اللي يريد استبداله؟ منو اللي يريد استبداله ومنو اللي ما يريد استبداله؟ بشكل رسمي لا احد يعلم، ما احد اعلن، فلذلك ما يريد اسمع. شلون حددتوهم نص هنالك نص كلام؟ لا لا، شلون حددتوا اقل من النص؟ لا، حدثونا 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 بعض الاشخاص، لكن انا الان وفي هذا الموقع امام الاعلام لا اريد اذكر اسماء، ليه؟ لان لا زال الحوار بيننا وبينهم. زين، ويوم الثلاثاء القادم ان شاء الله اجتماع الاطار وراح نبحث الموضوع بشكل صالح. زين، اكو قدره للاطار، اكو قدره للاطار على تغيير محافظ البصره مثلا، مع انه هو انتم الارقام محققينها يعني خلص 12 مقعد عندنا، 12 مقعد عندنا من ايش قد؟ مقابل 11 مقابل 11، يعني انتم مسيطرين. اكيد مسيطرين، احنا تجاوزنا النص، احنا تجاوزنا النصف. زين، اذا متجاوزين النص بعد شركم بالاطار توكلوا واشتغلوا مو؟ لا 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 لا، احنا اذا نريد اذا نريد نسوي هكذا خوب نقدر بامكاننا، لكن احنا لا نفعل هذا العمل. اولا نريد استقرار الوضع السياسي، نريد التوازن، نريد مشاركه الجميع في العملية السياسية وفي إدارة المحافظات، ونحن جزء من الإطار، لا يمكن أن نتجاهل بقية إخواننا في الإطار، مو صحيح، ولا نفعلها ولا نفعلها، لابد أن نتفافق مع إخواننا في الإطار ونشكل حكومة متفق عليها. احنا إذا هالشكل من المنطلق نرجع للمجلس النواب، مجلس النواب الشيعة أغلبية لا مو أغلبية؟ أغلبية، ويستطيعون الشيعة فقط يشكلون الحكومة ومجلس النواب وكل الأمور ورئيس الجمهورية، لكن لماذا لم يفعلها؟ شنو شكل التوافق اللي تريدونه بالبصرة؟ الآن شنو شكل التوافق اللي تريدون تتوصلون له بالبصرة؟ رئيس مجلس المحافظة يكون يعني المواقع الرئيسية، المواقع المواقع الرئيسية في كل محافظة وليست البصرة، المواقع الرئيسية هي خمسة، رئيس المجلس ونائبه والمحافظ ونائبيه، خمس مواقع رئيسية، هي المواقع الأولى تجي البقية بعدها يعني. فهذه المواقع الخمسة اتفاق الإطار يجب أن يشترك فيها جميع مكونات الإطار كي لا تهمل، مع مراعاة طبعا تشترك الجميع مع مراعاة الاستحقاق الانتخابي، أكو استحقاقات. أنا سريع أفهم يعني من كلامك أستاذ عامر، أنا اللي أفهمه بصراحة واللي ما واصلني لحد هاي اللحظة انه شكلكم ما عندكم معايير، معاكم معايير للخدمه، يعني انتم الان في مرحله قد تكون اخطر من المراحل السابقه، يعني الان المسؤوليه كلها تتحملونها انتم الفائزين. زين، شنو معاييركم باختيار المحافظين؟ على اسس سياسيه؟ مو على اسس سياسيه، بعد كم يوم وين راح توديكم؟ هواي محافظين يعني اختاروهم على اسس سياسيه وعلى ابو سياسي وطلع فاشل كل شيء ماكو. لا، احنا مو هذه معاييرنا الجديده. المعيار الاول هو اول شيء المقبوليه الجماهيريه، مقبوليه الناس له، وان يكون الناس ما تقبل واحد اي واحد، ان يكون ناجحا في ادائه، ان يكون نزيها ليس عليه مؤشر، اداري قوي، شخصيه قويه غير خاضعه للكلام هنا وكلام هناك. هاي تقريبا معايير بالنسبة للمحافظين اللي يدورون، مثلا أبو البصرة، أبو كربلاء، أبو واسط، هؤلاء عندهم تجربة سابقة وهي أدائهم السابق، ناجحين في أدائهم، بما أنهم ناجحين في أدائهم والناس أقبلت عليهم، يعني الآن من 161 ألف أو 181 ألف يصوتون إلى شيخ أسعد العيداني، هم لا أقاربه ولا حزبه، مو حزب إحنا، لا أقاربه ولا حزبه ولا لهم مصلحة يمه. ليش توجهوا التوجه هاي إلى شخصا؟ أما تحالف تصميم اللي إحنا حصلنا على 281 ألف، هاي الناس اللي إجا صوتت إنه كل إحنا الفائزين من تحالف تصميم عندنا قرار داخل تصميم أصواتنا إلى أسعد، وهذا ما صرحنا به باستمرار
بالحمله الشيخ الانتخابية. شيخ عامر هسه هم يقول لك، شيخ عامر هسه يعني هاي الاصوات ايضا لاسعد استاذ عامر هسه هم يقول لك هذا رجال صار له فتره بالبصره وامكانياته عاليه ودعايته الانتخابيه كانت كلش قويه والناس انتخبته بهالطريقه، خو ما جابها مثلا بانجازاته العاليه والكذا والتفاصيل، هم حاله انجازات مو انجازات. هسه انا ايش قاعد اقول؟ قاعد اقول لا انجازات. انقل وجهه نظر، انقل وجهه نظر العكسيه لك. اي انا اناقشها من وجهه نظر العكسيه اناقشها. اولا بالنسبه للانجازات التقييم اللي تفضل به ضيفك الكريم قبل قليل، بالتقييم محافظ البصره هو الاول كان. ومحافظ كربلاء، محافظ واسط، محافظ الأنبار، هؤلاء المحافظون هم الذين نالوا المرتبة الأولى في الأداء والإنجاز مال مجلس النواب، وعلى رأسهم تقييم مجلس النواب وتقييم اللجنة اللي شكلها اسم الوزراء أيضا. أداء المحافظين جاء الشيخ أسعد بالمرتبة الأولى بإنجازه بإنجازاته بتوجيه مستحقات البصرة. يعني اكو محافظين من مستحقاقه رجع او ما قدر يصرفها في خدمات المحافظه، شيخ اسعد صرفها وعبر على مو عبر بس الموازنه، عبر على الاستحقاقات الاخرى. مثلا احنا عندنا استحقاقات بترودولار، عندنا استحقاقات منافذ حدوديه كلها او بالواقع ملحوظه ومرئيه، يعني مو مجرد كلام زي. مو مجرد كلام، اكو مناطق كانت معدمه غير موجوده اصلا، اليوم هي تزهو بالسكن والاناره والكهرباء والتبليط والنظافه والاستقرار الامني. هاي مناطق، والبصره عموما شملها هذا الكلام. تمام. مراعاه الفقراء، تعيينات، توزيع قطع الاراضي على اهالي البصره قبل انتخابات الحكي. زين. هذا كله انجاز لو مو انجاز؟ واهل البصره ليش قدموا على الشيخ اسعد؟ لان هاي انجازاته يعني. تمام، خليني انا اروح للاستاذ عباس اخذ وجهه النظر الثانيه، بس قبلها الاستاذ اثير ادريس. انا لحد الان واصلني حقيقه ما وصلتني صورتك وصوتك بالشكل المطلوب، يعني وقاعد اطلب من الاخوان انه يصلحون الخلل، فاعتذر منك مسبقا. سيد عباس، هاي المعايير اللي يذكرها شلون راح تمشي بطريقه، واكو فد موضوع مهم جدا هو انه الان الاطار لوحده بالساحه، بس اكو مراقب موجود دائما هو المقاطع التيار الصدري. الان العين على الاطار اكثر من ما كان بالسابق، هاي تؤخذ بنظر الاعتبار. لو هم احنا راح نروح والله المحافظ مالتي وتصير عركه وتصير كذا ويتعطل ويجي واحد عنده مقعد واحد ياخذ المحافظه وكذا، وقصه مجالس المحافظات وتسييسها بهاي الطريقه جماعه ما اريد انتبهولها. لا، هي للأمانة ترى تحمل مسؤولية الإطار، عنده تحمل مسؤولية، والدليل أنه متحمل مسؤولية الحكومة اللي هي الأكبر من مجالس المحافظات، حكومة السيد السوداني، وماشي الأمور الحمد لله. بس للتنويه فقط، يعني أنا أتفق مع سيد عامر، لكن يبدو أكو لبس صار، أنه أنا ما قلت من قلت الأخوة المحافظين الثلاث من عزلتهم على الإطار، أنا يعني بشخوصهم مو بمكوناتهم، يعني الإطار تسعة والأخ سيد عامر من عندك قيادة وهذا موضوع موجود، وقلت أن الموقف داخل الإطار الموقف المسبق وهو مو قرار وموقف البعض زي. ويبدو اتفقنا هذا، فما بالعكس مع كلامه بشكل دقيق ومع وصفه بشكل دقيق. احنا مرة نحكي عن معايير ومرة نحكي عن واقع سياسي استاذ محمد. انت تقول اليوم مراقبة العمل من قبل الأخوة المقاطعين بشاركتهم من عدمهم، ما المقاطعين عندهم محافظين ايضا، محافظ ميسان ومحافظ النجف الاشرف، واكو رسائل قد تصل من هنا ومن هنالك انه موضوع التجاوز بعض المحافظين لخاطر سياسي ولغيرها، هاي اخوة ما هم ماكو معايير، فاعتقد انه رفع للحرج يذهبون باتجاه الاستبدال التام، واللي يرجع بمجالس المحافظات اهلا وسهلا به. اعتقد يعني هيك هاي راح تصير الامور بهالزاويه. المعايير الاساسيه هو التوافقات السياسيه والحجوم، اما معايير الخدمه وغيرها هذا مهمه جدا. المعيار الاساسي الذي يطرح
هو مدى استجابة مجالس المحافظات وانسجامها مع الحكومة المركزية. احنا شنو المشكلة عندنا؟ اشار الى جزء من عندها انه محافظ يجي يرجع موازنة كاملة حتى ما تمشي حكومة المالكي مثلا. في واحدة من الحكومات صارت عندنا كان محافظ الناصرية يرجع يصرف له 20% ويرجع 80%، في حين محافظ اخر يصرفهن ويتداين عليهن ويظل مطلوب، بالتالي من تجي السنة قدم خدماته. شوف حتى التجاوزات القانونية اللي ترفق على السيد اسعد العيداني مرة هنا ومرة هنالك في موضوع الابواب وغيرها، هذه اجتماعيا تخفر، لان احنا امام نقص خدمه كامله. يعني انا ما يهمني انا كمواطن، ما يهمني انه انت تبني هذا الجسر ب 10 مليون لو تبنيه ب 70 مليون. ممكن هذا يهم شلون ما يهمني؟ هاي ثروه بلدي. اسمح لي خلي كم عبارتي لاحقين على ثروه البلد. هذا اللي يهمني انا كمواطن انه تقدم لي خدمه. هاي مسؤوليه الحكومه تجي تراقب وتتابع وشوف كلفته ايش قد وتحاسب، ويجب ان تقيم العقوبه على من يتجاوز. انا كمواطن هسه هاي انظر هاي بها بها لا انا انظر غمزة. لا انظر لخدمه، لا بها هاي غمزه بها لسعد العيداني. المن لا سعد العيداني ما عندي شيء سعد العيداني. انا والله انا اقول مع الشخص الخدوم للاخير، واقف مع الشخص الخدوم لان يضع محافظته اولا ويضع ناسه وجمهوره اولا. تبقى القرارات القانونيه والقيود اللي حاطها انت الي وحاطها غيرك الي، هذا انا تيجي تقدم لي خدمه، انا كمواطن ترفع عني هذا الطين او تجيب لي مدرسه او تبني لي مستوصف صحي، ما لي شغله باخفاقات القانونيه. بالعكس باشر اطلع وياك تظاهر وامنع واحد يتجاوز عليك. ليش؟ لان انا بالنسبه لي جاي انظر للنتائج. فلهذا انا اقول واحد من أهم المعايير هو مدى انسجام مجالس المحافظات والمحافظين مع الخطة المركزية للحكومة اللي تتعلق بتقديم الخدمة أولا، بإنهاء ملفات مستشفيات كلها الركام عندنا، أبنية كلها الركام عندنا، مشاريع مؤجلة، مشاريع معطلة. أنت هسه من تقول لي المفترض، من تقول لي المفترض، يعني هاي رسالة للناس بأنه الآن اللي يجري الآن ما دام نتحدث عن مناصب ونتحدث عن اتفاقات وكذا وما اعرف ايش اتفاقات سياسيه، مجال سياسي هذا طبيعي جدا في كل دول العالم. الاحزاب الفائزه تجي تتقسم شغلها، لكن تجي خطه العمل يجب ان تطبق. انت هسه ما يفهم المواطنين انه اسعد العيداني للدعوه او البدر او العصائب او ما يهم، هو يريد الناجح يهم يشتغل، هذا راح يشتغل. او اي شخص مكان السيد نصيف الخطابي نفس الشيء، يهمني رجل كان بالدعوه لكن اجى اشتغل ركز جهوده عمل لقى صار كل جهود. لا احنا هذه التقسيمات شو يتبعها؟ تقسيمات على المناصب يتبعها تقسيمات على الثروات. هذا في ذهننا. اي هذا لا في ذهننا. لا هذا في ذهننا وهذا ما يوصف الاعلام، بس احنا يجب ان نسولف بالحقيقه استاذ محمد. ليش الاعلام واصفه من جيبه بطلعه يا سيد عباس؟ اكو جزء كبير من الاعلام مبتز يشتغل على هذا عمليه الضغط والابتزاز. يجي عمليه تشويه للحقيقه. لهذا ماشي كلهم فاسدين وكلهم حراميين، لا مو كلهم فاسدين كلهم حراميين، اكو ناس على الارض عندها شغل واكو واقع عليها. نعم اكو سبع محافظات اخرى يجب نركز عليها. احنا شفنا فيديوهات وشفنا وثائق. ليش يحلف الوزير؟ يحلف الوزير يحلف على القران انه انت تصير الي. اخو هذا موجود. خب هذا وزير الصناعه اللي طلع هو عزيزي، هو حلف الناخب على الانتخابات على 50,000. هاي طبيعيه جدا. اكو اخفاق واكو سلطه يجب ان تتابع ويجب ان تراقب. بس انا جاي اقول ما يروح الناجح بجريره غيره. انت عندك سبع محافظات، عندك محافظين ما عبروا 3,000 تصويتهم، وعندك محافظين عبروا 90,000 الى 150,000. طبعا تعال هذا شوف شنو هذا. انا اقول مو رساله للمواطن ولا رساله للاعلام، هاي رساله للقوى السياسيه. انه شايف شوفوا ترى لا الفلوس تفيد ولا شراء الناخب يفيد، معيار الخدمه وصل الناس الى هاي المرحله. قدم خدمه تنجح. لهذا مثلا تلقى ثلاث تكتلات اربعه ما جايبه وزن محافظ واحد. هذا 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 ممكن تكون مجلس لمجلس النواب. حتى تكون احنا امامنا سنتين سنه ونص من تقديم الخدمه، ممكن هاي مجالس محافظات قد تنجح. هذا ممكن يكون حافز انه المحافظ يجب انتخابه بعيدا عن هذه السلطويه اللي تحدث عنها، هسه انه عنده كرسي واحد، عنده ثلاث مقاعد، من فئه قليله، من فئه كبيره، جيب لي اللي يصلح لمحافظه الديوانيه ويرفع ضيمها، جيب لي اللي يصلح لبابل ويرفع مشاكلها، جيب لي اللي يصلح للنجف، جيب لي اللي يصلح لبغداد، وبالتالي هذا الموضوع يجب ان يستمر على الاخرين، انا اعتقد يجب ان تؤخذ معايير الناجحين على السبعه الباقيه. تنعكس عليهم، تنعكس عليهم معايير نجاحهم. هؤلاء بيش يشتغل نصيف انطى من جيبه لو جاب معايير الدوله. اسعد عيدان انطى من جيبه. اللي اذا نقسمها بهالطريقه نقول انه ابو الناصريه طاير
لا على يقين، على يقين السبعه طايرين. سبعه طايرين اللي هم ناصريه، ناصريه، بابل، ديوانيه، نجف، ميسان، بغداد، بغداد سماو مثنى. المثنى الثلاثه لا بعدهم، بس هذا لا هذول الثلاثه، هذول السبع محافظين ما موجودين بالخارطه الجايه. ما عنده، هو ما عنده وزن الانتخابي، ما عنده داخل محافظه. زين، هذا هذا البقيه تشفع لهم وزانهم الانتخابيه ونجاحاتهم الموجوده. زين، هذول اما يكونوا واب وياهم، بما انه الشيخ عامر ذكر انه الخمس مناصب الاساسيه، ايش قدك قال الخمس مناصب اساسيه، يعني نواب اثنين، ايضا نواب الاثنين رايحين وياه بها طريقة. كل محافظة لها خارطتها استاذ محمد. تمام. استاذ عامر، اكو قصة مهمة تتعلق بانه هذا الخبر الشائع اللي ما اعرف حقيقته، يعني اللي يتحدث عنه انه السوداني طلب من الاطار ابقاء محافظ العمارة ومحافظ النجف لانه هم من التيار الصدري، والتيار الصدري مقاطعين. بحقيقة هذا الموضوع سيد عامر تسمعني؟ سيد عامر؟ سيد عامر تسمعني؟ سيد ما اعرف والله اللي جاي يصير اليوم شنو؟ يعني نعمة، احنا نعمة من الله. لا ضروري استاذ عامر نعرف مدى بعد هو بالاطار وبال عندك اطلاع على هذا الموضوع؟ سيد عباس، لا قصة انه اخبار تداول، يعني يتم تداولها بمدى دقتها، اعتقد هذا يثبتها وينفيها اما طرف الاخر في التيار او يثبتها وينفيها طرف السيد رئيس الوزراء. بس هو اخبار تداول، لكن هو قرار واضح جدا انه، او الموقف السابق واضح جدا. والثاني مجالس المحافظات راح تتحمل مسؤولية، مجالس المحافظات راح تحمل مسؤولية من راح يعاد انتخاب اي شخصية يكون عنده وزن داخل المحافظة. اذا هو مقاطع فما راح تقبل، ما اعتقد راح يتم اعادتهم واعاده تدويرهم، راح يبدا انتخاب من هو من داخل مجلس المحافظه او من القوى السياسيه الفائزه في المحافظه. زين، استاذ عامر جهز وياه لو بعده. زين، اذا يعني هذا الموضوع مو صحيح. يعني ما اعتقد انه صح. بس ممكن الاطار مثلا على الاقل يشتري ود التيار الصدري بالموضوع. لا هو مخلص، انه ذولا محافظين التيار الصدري وجزء منهم محافظين ناجحين يعني. من الناجح؟ على الاقل اكو تقدير. المعايير راح تثبتها المجالس المحافظات، مو انت. شوف هسه مره احنا قلنا الاساس في ذلك مجالس المحافظات، يجتمع مجلس محافظه ميسان ويختار علي دواي، هذا هو بعد خيار مجلس محافظه. زين، يجتمع كذلك في النجف، يجتمع في غيرها، هي الكل راح يخضع للضغط وللسياسه والمحاوله انه اعاده انتخابه، الكل يرغب بهذه القضيه. تمام، خلينا نسمع من استاذ عامر. استاذ عامر، القصه انه السوداني طلب من الاطار ابقاء محافظ العماره ومحافظ النجف، يعني اكراما للتيار الصدري لانهم مقاطعين، هذا الموضوع صحيح لو لا؟ انت صوت يوصل لك الان؟ اي اوصل لي. خوش، بس كان يوصل لك صوتك بس صوتي ما وصل لك. ان شاء الله الان مضبوطه. الان اقول انا قلت مساء الاطار لم يعقد اي اجتماع بعد الانتخابات لحد الان، بعد قصدي نتائج الانتخابات لم يعقد اي اجتماع. فمتى السيد السوداني طلب هذا الطلب من الاطار؟ ربما متكلم مع بعض اجزاء الاطار، هسه انا ما اعلم، ما عندي علم. انا واحد من الناس ما عندي علم. والاطار لم يجتمع حتى يطرح هذا الموضوع. السيد رئيس مجلس الوزراء السيد السوداني هو عضو بقيه الاطار ايضا، وانا ايضا معه بالاجتماعات، ما سمعت هذا الطرح. يعني ما وصل، يعني ما وصل لك سيد عمر، يعني ما وصل لك اي موضوع من هذا الخصوص، وانما هو فقط مجرد تناول تناول اعلامي لا اكثر. يعني انا من الشيء جهات رسميه ما وصلني، بس التناول الاعلامي، الاعلام حكى كثير امور. لكن اقول على مستوى حقيقي رسمي داخل الاطار لم يطرح هكذا موضوع. زين، حتى التكمله مالته انه السيد مقتدى الصدر رفض بقاء محافظينه في 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 السلطه في اماكنهم. هو هذا كله كلام اعلام. الان اول ما مثل ما قال السيد عباس قبل قليل، لو كان هذا المحافظين اللي نداورهم نعيدهم،
من يعيدهم غير مجلس المحافظة يعيدهم؟ آه. مجلس المحافظة إذا يعيدهم هو يتحمل مسؤولية أدائهم. أما قضية إكراما للتيار الصدري، إكراما للمجلس الأعلى، إكراما إلى تصميم، إكراما إلى فلان، المسألة مو مسألة إكرام وعدم إكرام، المسألة مسألة أداء. وحتى السيد مقتدى، حتى السيد مقتدى لم يقبل أن يكون من يمثله محافظ أو غير محافظ وهو غير مقبول جماهيريا أو أداء غير مرضي عنه. نفس السيد مقتدى حسب ما يقبل عليه هذا الأمر. فكيف يجي هذا يعيدونه؟ والله لأنه إكراما للتيار الصدري. إذن التيار الصدري أعلن والسيد مقتدى أعلن أنه ينأى بنفسه وبجماعته عن الحكومات المحلية والاتحادية الحالية. زين بس ليش نجي نسب له أمور هو ما قايله؟ ها إذن الإطار يفكر بهذا الموضوع أيضا بالمناصب التنفيذية بالنسبة للتيار لو لا؟ ما طرح هذا الموضوع رسميا، بس هو ككل بغض النظر عن تيار أو غير تيار، بشكل عام تشكيل الحكومات المحلية تشكيل جديد، الناجح يبقى في موقعه وغير الناجح وغير المؤشر عليه بالفشل قطعا يتغير. زين هسه إذا يكون المحافظ الموجود محسوب على التيار الصدري ونريد نغيره ونقول أريد نجيب تيار صدري، منين نجيب التيار الصدري؟ التيار الصدري ممنوعين ومقاطعين ولا ويرفضون الاشتراك، شلون نقدر نجيب بديل عن هذا الشخص اذا هو كان غير ناجح؟ بالتاكيد راح يروح يجي شخص اخر مكانه ناجح مو ما له علاقه بالتيار. الان السيد عباس تحدث عن 7 محافظين، دول 7 محافظين خارج العمليه من الان، من ضمنهم النجف والعمار. هذا قلت لك يحدده اجتماع الاطار، اجتماع الاطار القادم يوم 3، وراح يكون توزيع خارطة سياسية جديدة مبنية على أساس النجاحات وعلى أساس الاستحقاقات الانتخابية وعلى أساس الشخصية والأداء. فهذا راح يكون هو الجدول الموجود، سواء النجف، بغداد، بصرة، ما أعرف إيش، كلها وفق هذه الضوابط. فالذي يفشل في الامتحان قطعا يخرج من العملية، من المعادلة، من الموقع. زين شيخ عامر، هسا إحنا أنتوا الآن فزتوا وعدكم المقاعد والوضع مناسب بالنسبة لكم، أموال موجودة، عندكم رؤية للقادم شنو بالنسبة للبصرة؟ لا أنا أتحدث عن الإطار بشكل عام وعن المحافظات الجنوبية بشكل خاص. بشكل عام، الإطار بشكل عام، أولا يجب أن نأتي بمسؤولين شخصيات تتبوأ هذه المقاعد الأولى في المسؤولية في كل محافظة، يكون من واجبها هو أول شيء إعادة الثقة بين الناس، عموم الشعب، وبين الكتل السياسية. إعادة الثقة وإعادة الثقة بالعملية السياسية أساساً، وهذا لن يتم إلا عن طريق الأداء الصحيح وتصحيح المسارات الفاشلة الماضية. المسارات الفاشلة الماضية يجب أن تصحح بالقادم من الأيام في تقديم الخدمات الكاملة، في مراعاة الناس، في عدم التمسك أو عدم شراء المواقع. والله هاي المحافظة إلى تصميم، لازم من كل الموجودين تصميم، ولازم تصميم السيطرة على كل. هذه الفكرة وهذه النظريات يجب أن تنتهي، انتهى وقتها، ونبدأ بالجديد. المقياس الوحيد الذي يعتمد عليه إطار هو النجاح في الأداء والكفاءة والنزاهة. وحتى اللي ينتخب، حتى اللي ينتخب في حال إذا لم يثبت نجاحه خلال فترة معينة أيضا يصوت عليه في مجلس المحافظة ويقال. شيخ هذا اتفاق بالإطار. شوي اتحمل أنا صار له وايد ما طالع وياك، صار فترة طويلة وياك حج محمد. والله العظيم إن أنا سامع هواي والناس سامعتني هواي. شيخ شو وقت يطبق أنصدق معايير النجاح والفشل وكذا وما أعرف إيش، ويجي واحد الله وكيلك فاشل وتعبان ومبين ذاك هو، بس ما أدري شلون تجيبونه بيا طريقة وحطيتوه هاي الفترة. أنا أقول لك أستاذ محمد، هاي الفترة كانت قبل أن تشكل مؤسسات أثبتت طريقة تشكيلها في نجاح إدارة الدولة، وهي الإطار بالدرجة الأساس الذي هو يجمع كل الكتل الشيعية المتصدية في الساحة السياسية، زائد إدارة الدولة، ائتلاف إدارة الدولة.
يعني هذين المؤسستين هي أثبتت نجاح من تشكيلها لحد الآن، أثبتت نجاح في تصحيح المسارات، في الأداء الصحيح، في الاستقرار الأمني، في تقديم الخدمات. فبهذه الحالة سوف تكون هي المراقبة وقرارها نافذ. من يجي محافظ عندنا يخص الجهة سين ويكون هذا أداء غير مرضي عندنا، جهة سين كانت وحدها كانت سابقا صاحبت هي القرار، اليوم لا، تأتي جهة سين تجلس أما في الإطار وأما في إدارة الدولة إذا كانت من خارج الكتل الشيعية، ويكون طرح يا بتعال يا الجهة الفلانية مرشأ أو ممثلكم المحافظ الفلاني هاي فشله وهذا فشله، فعليكم استبداله. هي صح حصتكم لكن عليكم استبداله، إن لم يستبدلوه فيقال بعلم منهم هذا اتفاق موجود، وإذا هم رشحوا وقال لا ما صار وياكم احنا نبدله يقال هذا الشخص ويأتي شخص آخر. يعني هذا اتفاق بين الكتل السياسية يعني مكون الإطار موجود. نعم 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 موجود داخل الإطار وداخل إدارة الدولة. تمام موجود. خليني أخذك أنا موجود أخذك أنا موجود متمثل فيه. زين أخذك أيضا إلى موضوع ثاني بس بيتعلق بهذا الموضوع. فضل. يعني قضية رئيس البرلمان بعد مجالس المحافظات اختلفت لو بقى التوجه نفسه السابق، يعني أنه محمود المشهداني كان هو الشخص اللي صاحب المقبولية الأكبر داخل الإطار ويمكن يحقق يعني يحقق الأغلبية أو مو الأغلبية خلينا نسميها الفوز. الآن بعد نتائج المحافظات في بغداد وفي الرمادي وفي غيرها من غير المحافظات صار تغيير بالقصة لو لا؟ ما صار تغيير، لأنه إحنا أساساً هاي المحافظات اللي ذكرتها اللي بيها المكون السني يعني هي تقريبا محافظات سنية خلينا نسميها مع اعتذاري من المصطلحات لكن الواقع الحالي يعني المكون السني هو اللي قدم من الأسماء، الأسماء اللي تقدمت إلى الإطار من المكون السني، ما صار شيء جديد. ونفس الكتل هذه الموجودة هي اللي أخذت الآن المواقع، ما غيرت بالأسماء، ما غيروا بالأسماء، بقت الأسماء نفسها ستطرح وستناقش ويستمر الحوار على هذا الأساس ليتم اختيار أحد هذه الأسماء التي قدمت. لأن يعني هذا لا نريد إحنا ككتل كإطار وككتل كردستانية لا نحاول التدخل في قرار المكون السني. أي بس هم الآن هم الآن رشحوا لكم أربعة، يعني ما مرشحين لكم واحد حتى مثلاً هم متفقين. لا رشحوا لنا ستة. خوب ستة. رشحوا لنا ستة. خمو أربعة هم ستة. وهذا اللي راح ينافسهم. هذولي نفسهم، هذولي نفسهم ما تغيروا، ما يعني ما اجانا كتاب من الاخوان في المكون السني بتغيير هاي الاسماء، فعليه احنا نختار من هاي الاسماء نفسها. اي يعني الاختيار يمكن راح يصير من السته تختارون واحد. نختار واحد طبعا. زين على اي اساس راح تختارون؟ لان هم اساسا انتم ما تريدوا تقولون احنا ما نريد نتدخل بالمكون السني، اذا المكون السني انطاكم ست اسماء ما عنده اتفاق بداخله. وبعدين قصة بعض السياسيين يقول لك هاي قصة التدخل بالمكونات هاي انتهت برئيس الجمهورية لما انتخبوها بطريقة الأغلبية ومشت. اي داخل الإطار ويا من مايلين شلون نقدر نقسمها؟ احنا داخل الإطار قلنا لهم، قلنا لهم بلغنا الإخوة من الأسماء المقدمة من يحظى بالمقبولية الأغلب سنيا وليس عليه مؤشر، مو بس أغلب سنية يعني مو بس الأغلبية، مو دائما الأغلبية هي، إنما الشخص اللي نرى احنا فيه، يعني احنا نمشي على الأغلبية كما يريد البعض، والله الأغلبية السنية يعني معنا بس من تقدم، الأغلبية ما تقدم الموجودين، يعني لازم بعد ليش نطالب الكتل الأخرى تعالوا قدموا لنا مرشحين، ما خلنا نطلب من تقدم فقط، لكن هذا الشيء غير صحيح وغير مقبول داخل الإطار أيضا. بدليل إحنا انتخاب رئيس الجمهورية مثلا ما كان الأغلبية، كان الأغلبية الحزب الديمقراطي، لكن من اللي إجي رئيس الجمهورية؟ من الاتحاد. اتحاد ما له علاقة، هذه ما له علاقة. إحنا من نراه داخل الإطار لم نناقش، داخل الإطار لم نناقش هذه الشخصيات، صارت موضوع الانتخابات والكل شغل بالانتخابات، وقلنا يؤجل الموضوع إلى ما بعد الانتخابات. والآن بعد الانتخابات بعد أن تنتهي تشكيل حكومات، يعني تنتهي النقاشات والاهتمام بالحكومات المحلية،
بالتأكيد سنعود لإنهاء هذا الملف، خصوصا الآن مجلس النواب في عطلة تشريعية تنتهي في 9/1. قبل هذا الانتهاء العطلة التشريعية إن شاء الله سنكون قد وصلنا إلى اتفاق وإلى قرار باختيار إحدى الشخصيات التي نتفق عليها. لا نستطيع الآن نسبق الأحداث لأن المسألة فقط وقت حوار. أكيد، لكن سيد عباس، تأثير مجالس المحافظات على قضية حسم رئيس البرلمان إلها لو ما إلها؟ طبعا يحاول تقدم أنه يستخدم هذه الورقة، يحاول يضغط في ديالة، يحاول يضغط في بغداد، ممكن أن يضغط حتى في المحافظات اللي يشعر بها تأثير إله أو حلفائه، هذا يحاول هذا الموضوع. لكن الإطار أيضا وضح الشيخ عامر نقطة مهمة جدا، هو عنده معايير لهذا الموضوع المتعلقة بمقدار عدم تعطيل مشروع الدولة وبناءها. شنو الإشكاليات اللي صارت ويا السيد الحلبوسي؟ يجب أن يتم تجنبها، يجب أن يتم باتجاه تكريس العمل باتجاه انضاج عمل البرلمان، مشاريع معطلة. وهذه المشاريع بالأخير أنت تدري بغض النظر عن الشركاء الإخوة الكرد والسنة، من تجي للرأي يجي يكورها فوق براس الشيعة ويذهب براس الطار، يا با هذا القانون ليش معطل؟ ما جاي يقولون مثلا أكو مجلس نيابي وهذا المجلس النيابي يجب أن يدعو رئيس المجلس النيابي إلى والعمل على قوانين معطلة وغيرها. كذلك الحكومة تريد تمشي عندها 3 سنوات هي مقرة موازنتها، راح يبدي نشاطها من 1/1. يعني احنا الجميل بحكومه السيد السوداني انه الاطار عمل على دعمها من خلال الموازنه الثلاثيه، وبالتالي شروعها بالعمل واكمال واستكمال عملها مهم جدا. هذا يجب ان لا يعطل تشريعيا، يجب ان يسند بقوانين وعمل وغيرها. مجالس المحافظات راح تنهض مهامها على اقل تقدير في منتصف شباط، هذا هم يجب ان يعمل على رقابه ومتابعه عملها. فاذا ما يكون عندنا مجلس تشريعي حديدي بشخصية عاملة فاعلة منسجمة تستطيع أن تعمل، ما تذهب إلى المناكفات السياسية، ما تذهب إلى خلق الأزمات مثل ما كان يتعامل الحلبوسي مع الجميع، لا راح ينتج. فبالتالي هذه واحدة من أهم النقاط راح يعمل عليها. وأيضا لا ننسى أنه في تحالف إدارة الدولة شركائنا السنة لهم رأيهم وموقفهم، حسم وعزم والسيادة لها موقفها اتجاه ما يجري. أنا جدا أشكرك سيد عباس العرداوي عضو تحالف قوى الدولة، وأيضا شكرا للأستاذ عامر الفائز رئيس تحالف تصميم من البصرة. شكرا لك شيخ عامر. شكرا 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 جزيلا. كل التوفيق لكم جميعا. شكرا لحضرتك، وأيضا الدكتور أثير إدريس. حقيقة أنا أعتذر لأنه ما يعني صار خلل فني، ما قدر الشباب يوصلوا لي صورتك وصوتك، اعتذر منك هواي، وان شاء الله فرصه قريبه. اشكركم مشاهدينا الكرام، في امان الله.